ملف استخباري خطير فتح في الداخل البريطاني من أجل وضع إيران، وسيضع إيران تحت ضغط كبير للغاية في الفترة القادمة. مصدر أمني هو الذي قام بتسليم هذا الملف، والملف ليس عاديا أبدا، سلمه مباشرة، وهي عبارة عن وثيقة أو عقد بين إيران وبين روسيا. قام بتسليمه إلى سكاي نيوز البريطانية اليوم، بل إنه أيضا سلم العديد من صفحات هذه الوثيقة التي هي عبارة عن عقد للأسلحة بين إيران وبين روسيا، بيع أسلحة من إيران مباشرة إلى روسيا. وهذه هي الصفحة الأولى الخاصة بهذا العقد كما تلاحظونه. إذا اقتربنا من تفاصيله فإنك سترى بأننا أمام عقد بين IRRU أي إيران وكذلك روسيا كما هو واضح، وتم توقيعه في عام 2022 وبشكل خاص في 14 من سبتمبر من عام 2022 أي تقريبا نهاية العام الماضي، وهذا من أجل إيصال الأميونيشن أي الذخائر إلى روسيا. وطبعا هنالك أيضا تفاصيل تأتي تحت هذه الصفحة الأولى إذا ما لاحظناها بين الطرفين الموقع طبعا والموقعين على هذا العقد، وستلاحظ بأنك أمام وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية هي الطرف الرئيسي في عملية التوقيع التي جاءت هنا. وهنالك العديد من المواد المرتبطة بهذا العقد تصل إلى 14 مادة، والتركيز هنا على المادة الثالثة التي تشمل طبعا الأسعار المرتبطة بهذه الذخائر، ما الذي باعوه من خلال هذه القائمة، ستجد ما الذي تم بيعه وما هي الأموال المدفوعة لهذه الذخائر، وستجد بأن المجموع الخاص بهذا العقد هي ما يقارب الأكثر من مليون دولار. وطبعا هذا قد يعتبر مبلغا بسيطا، وذلك بسبب طبيعة الذخائر التي قاموا ببيعها إلى روسيا مباشرة. ستجد من خلال القائمة هنا الموضحة أمامك فعلا بأننا أكثر من مليون دولار من خلال هذه المادة الثالثة التي نتحدث عنها، وأنواع الذخائر التي قاموا ببيعها. ما هي هذه الذخائر يا ترى؟ هي ليست الطائرات المسيرة وليست الصواريخ البالستية، بل هي أكثر من ذلك، هي عبارة عن ذخائر للدبابات للT-72 الروسية وكذلك للمدفعية الروسية، وأيضا من الصواريخ أيضا التي طبعا هي تعتبر من الصواريخ البسيطة، كانت صواريخ هاون أو قذائف هاون أو غيرها، هي من نوعية الذخائر التي قاموا ببيعها طبعا إلى روسيا. وهذا يعتبر أمر ليس بالعادي أبدا، حيث إن هذه الوثيقة عندما سلمها المصدر الأمني إلى سكاي نيوز البريطانية، قامت سكاي نيوز البريطانية بتسليم هذه الوثيقة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مع رئيس وزراء أوكرانيا عند لقائهما طبعا الشهر الماضي بهذا الشكل. وكما تلاحظون في 6 مايو كان هذا اللقاء، وتحقق في حقيقة الأمر هو في 5 مايو وتم الإعلان عنه في 6 مايو، تم تقديمه إلى الطرفين والطرفين بدأ بعملية تحقيقات حول هذه المسألة. وجيمس كليفرلي قام بعملية التصريح لسكاي نيوز البريطانية وقال الآتي: عندما يتم تقديم المعلومات إلينا سوف نتطلع إلى تقييمها والتحقق من صحتها، وبالطبع سنتخذ قرارات بناء على ذلك. ويجب أن ننتبه من القرارات البريطانية خاصة فيما يتعلق مع إيران، فهم قد فرضوا عقوبات مؤخرا في شهر أبريل على سبيل المثال، العديد من العقوبات في حقيقة الأمر، فرضوا عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين في النظام الإيراني، أيضا هم قاموا بفرض عدد من العقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بل إنهم كانوا بداية هذا العام يدرسون بشكل جدي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وذلك بسبب أن الحرس الثوري الإيراني في أكثر من إثبات، واحدة منها مما جاء من النيويورك تايمز نهاية أيضا العام الماضي، وضحت بأن هنالك مدربين مرتبطين بالطائرات المسيرة أو حتى مشغلين للطائرات المسيرة مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني هم متواجدين في روسيا وفي شبه جزيرة القرم وحتى في داخل الأراضي الأوكرانية التي تقدمت لها طبعا القوات الروسية. بالتالي مسألة الحرس الثوري الإيراني هي مسألة خطيرة جدا، بل إن الأوكرانيين بأنفسهم اليوم جاءت الأنباء مع هذا التقرير الذي نتحدث عنه، بدأ هنالك تحركا في البرلمان الأوكراني من أجل إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وذلك من أجل تشجيع الأوروبيين لأخذ هذا التحرك ولوضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وهو أمر حذرت إيران الأوروبيين من الوصول إليه، لأن هذا سيكون
سيضرب كل الدبلوماسية وخطوط الدبلوماسية بين إيران وبين أوروبا، والتي قد لا تريد أوروبا الوصول إليها، ولكن الإثباتات قوية. فالوثيقة التي نتحدث عنها هي وثيقة تتحقق منها الآن بريطانيا وأوكرانيا، وإن ثبتت فهي ستثبت الكثير من الإثباتات العملية حول بيع إيران لروسيا الطائرات المسيرة الخاصة بها، ألا وهي طائرات شاهد 136 المفخخة، وهذا أمر تنفيه إيران. ولكن نحن أمام دليل دامغ خطير الآن بدأت تتحرك له طبعا بريطانيا، وهذا إذا ما ثبت الأمر. وهنا خطورة هذه المسألة، قد يعتبر عقدا بسيطا وقد يعتبر المبلغ بسيطا بالنسبة لكل الأموال التي بذلت في الداخل الأوكراني، ولكن إذا ما بريطانيا وصلت إلى هذا الطريق وعرفت بأن هذه القضية فعلا مثبتة على إيران، فإن هذا سيفتح النار على إيران، لأن إيران من خلال الاتفاق النووي الذي طبعا يحاول الغرب ويحاول العالم من العودة إليه، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا بشتى الوسائل الدبلوماسية، فإن هنالك قرارا موجودا خاصا بالأمم المتحدة، ألا وهو 2231. هذا القرار الخاص بالأمم المتحدة يمنع إيران تماما من بيع أي صواريخ باليستية أو أي طائرات مسيرة يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر. والطائرات المسيرة شاهد 136 المفخخة التي ظهرت لدى الروس واستخدموها في أوكرانيا يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، بل طوروها أساسا الروس، وبالتالي هذا يضرب هذا القرار الذي نتحدث عنه الخاص بالأمم المتحدة، وهو ببساطة يجعل الأمور الآن مع هذه الوثيقة التي تحدثنا عنها إن تأكدت فستتأكد الطائرة المسيرة ومع الإثباتات العملية التي يمتلكونها، وعلى هذا الأساس سيفرضون عقوبات وآلية سناب باك، تفعيل العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة ليضغطوا إيران بشكل كبير وينهون مسألة الدبلوماسية بأكملها في العودة للاتفاقية النووية. وبالتالي التوقيتات هنا مهمة، إن ثبت هذا الأمر ولم تعود الولايات المتحدة الأمريكية والغرب إلى الاتفاق النووي مع إيران، فهذا يعني بأننا أمام هذه الآلية الخطيرة أن تطبق بكل سرعة وبكل قوة بسبب الوثيقة التي نتحدث عنها. ولكن إن تمت العودة للاتفاق النووي فإن الأمور قد تكون مختلفة. التوقيت وتوقيت عرض هذه الوثيقة هو مهم للغاية، لأنه يأتي مع إشارات واضحة وإشارات خطيرة بدأ الحديث عنها اليوم بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ في الداخل الأوكراني ضد القوات الروسية، بل كانت هنالك أيضا بشكل مثير عدد من الهاكرز، عدد من القراصنة الأوكرانيين قاموا بعملية اختراق للمنازل وللبيوت ولشبه جزيرة القرم بأكملها، اخترقوا المنازل واخترقوا البث بأكمله وبدأوا يبثون موادا توضح بأن الهجوم الأوكراني المضاد قادم لا محالة وبأنه أصبح قريبا للغاية. وهذا الأمر نشر على نيويورك بوست اليوم بهذا الشكل، بل ما عرض على شاشات التلفاز للمواطنين الموجودين في شبه جزيرة القرم هي هذه الصورة، وطبعا الجنود الأوكرانيين يضعون الإشارة بهذا الشكل وكأنها للصمت أو للسكوت في حرب سيكولوجية، حرب نفسية عالية تأخذها وتنفذها طبعا أوكرانيا من أجل القيام بهذا الهجوم المضاد. وكما تحدثنا الأنباء تتحدث بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد يكون قد بدأ، لاحظ التوقيت، الضغط على إيران وفي نفس الوقت الهجوم المضاد قد بدأ، يحاولون ضغط الجميع من يساعدون روسيا من أجل إنجاح هذا الهجوم المضاد الذي قد يأخذ أسابيع عدة أو حتى أشهر عدة، وبالتالي لإنجاحه يجب أن تضغط على من يساعد الروس. وهذه طبعا مسألة مهمة للغاية، لأن أيضا واحدة من المؤشرات من المصادر الروسية بنفسها وور غونزو الذي ترونه الروسي تحدث عن طبيعة المحاور التي بدأت أوكرانيا، تبدو وكأنها بدأت بهذا الهجوم المضاد، وخاصة إذا ما اتجهنا إلى الخارطة الخاصة بالديب ستيت. بحسب الديب ستيت وبحسب وور غونزو الروسي وضحت بأن هنالك عملية تحشيدات كبيرة وعملية تحرك بالهجوم على الخطوط الدفاعية الروسية من اتجاهين، واحد من الاتجاهات هي فوغلادار هنا بهذا الاتجاه الموجودة في دانييتسك، وكذلك من فيلكا نوفوليسكا التي ترونها هنا. بدأت عملية هجمات على القوات الروسية التي ترونها الموزعة بالنقاط الحمراء أو باللون الأحمر بهذا الشكل، وبدأت هنالك محاولة تعرض وتعرضات كبيرة للأوكرانيين على القوات الروسية المدافعة في هذه المنطقة.
المنطقة، هنالك اشتباكات عنيفة على الأقل حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها من قبل الأوكرانيين. وبالتالي واضح جدا، قد يكون واضحا بين الأوكرانيين هنا يعملون على مسألتين مهمة، بأننا أمام ضغط كبير على ماريوبول. هنالك طريقا من ماريوبول وطريقا آخر من ماريوبول يمتد بهذا الاتجاه، وواضح بأنها قد تكون هي الأهداف الأولى بالنسبة لأوكرانيا، خاصة أن تقدمت إلى فولنوفاخا بهذا الاتجاه وأن يسيطروا عليها، وهذا الذي سيقطع الطريق تماما على ماريوبول بالاتصال مع المناطق طبعا التي المهمة التي تعتمد عليها هناك، وأيضا التقدم بهذا الاتجاه من أجل قطع الطريق الذي يمتد من ماريوبول إلى أوريخيف إلى زاباروجيا، وقطع هذه الطرق يعني الزحف مباشرة إلى ماريوبول والعودة للسيطرة عليها والعودة على طبعا بحر آزوف، يعيدون نفوذهم هنا ويقطعون تماما أي طريق من روسيا مباشرة إلى طبعا إقليم دونباس الذي نتحدث عنه، مباشرة إلى شبه جزيرة القرم أو إلى خيرسون، يقطعونه تماما وتتحول هذه المنطقة من مصلحة القوات الأوكرانية بأكملها. ولكن يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة للغاية هنا، بأن هذه المنطقة تحديدا هي منطقة مثيرة للغاية، لأنها منطقة جبلية فيها صعوبات طبيعية، هنالك جبال، هنالك أنهر، هنالك وديان، هنالك صعوبة كبيرة على الأوكرانيين لكي يفكروا بأخذ هذا المحور. وهذا ما يجعل حقيقة أن وورغونزا ما تحدثت عنه، قالت أيضا أن هنالك تحشيدات ونوع من الهجوم يأتي بهذا الاتجاه من زاباروجيا باتجاه طبعا بحر آزوف والمدن التي أيضا شكلت القوات الروسية فيها خطوط دفاعية بسبب الصعوبات الطبيعية الموجودة طبعا في هذا المحور تحديدا. قد نكون هنا أمام مشاغلة، أمام هجوم مخادعة أو هجوم ثانوي يأتي من هذا الاتجاه، وبالتالي هم يشغلون القوات الروسية لكي يجعلونهم يفكرون بأنهم يضغطون بهذا الاتجاه ويحشدون الروس هناك، ولكن في حقيقة الأمر هم يبحثون إلى التقدم تجاه ميليتابول ومفاجأة الجميع والوصول إلى بحر آزوف ومن ثم إيجاد طريقهم إلى بيرديانسك. ولكن الأهم هي قطع الطرق على الروس، الروس لن يتمكنوا من إيجاد اتصال بعد الآن بين روسيا بين إقليم دونباس إلى شبه جزيرة القرم أو إلى خيرسون، وبالتالي نحن من السهل جدا أن نكون أمام مثل هذا الموقف. ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن لا نقلل من شأن ما يجري هنا في فيلكا نوفوليسكا التي ترونها، وتحديدا اتجاه هذه المنطقة ألا وهي ريفينوبول. هنا ريفينوبول بهذا الاتجاه القوات الأوكرانية تهاجم هذه المنطقة بشكل عنيف، وهنالك لقطات لعملية التقدم التي تأتي هنا وعملية الاشتباكات. ودعونا نتجه الآن إلى إحدى اللقطات القادمة من طبيعة هذا الاشتباكات وهذا الهجوم، وستلاحظون بأننا أمام اشتباكات وهنالك مراقبة روسية بالطائرات المسيرة تراقب ما يجري من تحشيدات أوكرانية، أي أن الأوكرانيين تحت أنظارهم ويرون كل شيء. بل ستلاحظ بعض العربات الأمريكية هنا تتعرض إلى بعض الضربات، وبالتالي أنت أمام تحشيدات، أمام تقدم، أمام دبابة هنا في هذه المنطقة. واحدة من اللقطات المهمة هي هذه اللقطة التي ظهرت قبل قليل، لنأخذ اللون الأصفر هنا، ونحن طبعا أمام شكل مميز مع معرفة بأننا أمام ريفينوبول وأمام هذا الشكل المميز هنا. طبعا كل الدبابات والمدرعات الأوكرانية تأتي هنا مع هذا الشكل المميز أيضا لهذه البحيرة الصغيرة. قد نتمكن من الوصول إلى هذه المنطقة بالاتجاه إلى ريفينوبول، وبالتالي دعونا نقترب الآن ونحاول الاتجاه إلى محور زاباروجيا الذي تحدثنا عنه الآن. ستلاحظ بأننا أمام زاباروجيا وأمام منطقة فوغلادار وفيلكا التي تحدثنا عنها، المنطقة المهمة هذه هي طبعا ريفينوبول الصغيرة، قرية صغيرة للغاية، وستجد بأن البحيرة هي هنا، البحيرة قريبة للغاية، هذه البحيرة لنأخذ تقريبا 180 درجة من التحرك والالتفاف، وسنجد أنفسنا أمام هذه النقطة التي هي تتطابق تماما مع ما رأيناه من هذا التحرك، وهذا يوضح أن عملية التحشيدات الأوكرانية والاشتباكات الأوكرانية حاضرة فعلا في هذه المنطقة بحسب هذه الأنباء التي نشرت والمقاطع بحسب رقابة الروس ومراقبتهم. وطبعا هذا يعني ببساطة أن القوات الأوكرانية الآن بدأت فعلا وقد تكون بدأت بالهجوم المضاد من هذه المنطقة أو المشاغلة كما تحدث
تحدثنا بالاتجاه إلى ريفينا بول وكذلك بالاتجاه إلى هذه المناطق التي نتحدث عنها. وأيضا يجب أن ننتبه بأن هنالك نوع من المشاغلة في هذه المنطقة من قبل القوات الأوكرانية أيضا لتحقيق بعض التقدم على ما يبدو من الأوكرانيين من هذا الاتجاه. لذلك يجب أن لا نقلل من هذه المسألة أبدا. لنتجه سريعا إلى اليمين، وطبيعة المشاغلة التي تحدثنا عنها هي تأتي في هذه المنطقة، هذه النقطة تحديدا. إذا ما اتجهنا الآن إلى شاشتنا الكبيرة لكي نلقي نظرة على طبيعة هذه الاشتباكات التي ظهرت في هذه النقطة تحديدا التي حددناها لكم ونلقي نظرة عليها الآن، لنلقي نظرة على هذه الاشتباكات، وستلاحظ أنها اشتباكات ليست سهلة بالفعل، بأن الاشتباكات قوية، القوات الروسية تراها تتقدم إلى القوات الأوكرانية التي حاولت من التقدم إلى تلك المنطقة، ولكن يبدو بأن الروس تمكنوا من صد هذا الهجوم الذي يأتي بهذا الاتجاه. وبالتالي نحن لسنا أمام لحظات عادية، هي لحظات صعبة، الكل يتحدث عنها، هل بدأ الهجوم المضاد، هل لم يبدأ أو توقف هذا الهجوم المضاد، لا أحد يعرف. لكن الأوكرانيين لا يضغطون هنا فقط أو يشاغلون، بل إنهم يشاغلون الروس في الداخل الروسي، وتحديدا عن طريق لواء أو فيلق حرية روسيا. فكانت هنالك لقطات في حقيقة الأمر إذا ما ابتعدنا بالقمر الصناعي قليلا الآن من أوكرانيا تحديدا، وذهبنا لنلقي نظرة على بيلغورود وتحديدا على مدينة يطلق عليها شبيكنا هنا، هذه المنطقة تحديدا التي تراها شبيكنا، هنالك مشاغلة كبيرة وتدخلات وأخذ أسرى روس من قبل فيلق حرية روسيا، وعلى ما يبدو الأوكرانيين أيضا مشتركين في هذه العملية. وكالة ناسا جاءت بصور من الأقمار الصناعية وضحت طبيعة الضرب والقصف القادم من فيلق حرية روسيا، بل إن أيضا الضرب والقصف القادم من قبل الأوكرانيين على هذه المنطقة. وستلاحظ، لاحظ كيف هو القصف والضرب كبير جدا على المنطقة، ويريدون التقدم في هذه المنطقة، بالتالي يشاغلون في كل مكان لكي يصعبون موقف الرؤية، من أين ستتقدم القوات الأوكرانية، من أي اتجاه فعلا، هل فعلا بدأنا، هل لم نبدأ. وهذه مسألة مهمة، توقيت إثارة الملف والعقد لبيع الأسلحة الإيرانية مع روسيا يضع ضغطا على إيران كبيرا للغاية بأن تتوقف عن شحن هذه الأسلحة، والتوقيت مهم لمساعدة الأوكرانيين في الهجوم على طبعا القوات الروسية وتحقيق نجاح في هذا الهجوم.